شو معي دكتور؟ ما في معي شيء، هذا كله من كتر الدلال وبس. شلون ما معي شيء؟ حاسة حالي تعبان كتير. صدقيني ما معي شيء، شكلت برد مو أكتر. هلأ بكتب لك شوية أدوية وشوية مقويات بترجعي مثل أول وأحسن. يلا تسمحوا لي. بكير دكتور، لسه ما شربنا القهوة. نشربها لما بتقوم أحلام بالسلام إن شاء الله. يسلموا ايديك دكتور، تعبتك معي. ولو تعبك راحة. على فكرة دكتور، أحلام ما بترتاح إلا على إيدك، على طول بتقول لا تتصلوا إلا بالدكتور كمال، ما بترتاح لأي دكتور تاني. يمكن لأنه صارت زبونتي. عليك العافية. الله يعافيك دكتور. خير دكتور، طمنا لأنه حسيت في بتمك حكي. بصراحة ضروري نقلها على المستشفى. مستشفى؟ لشو معها؟ طمنا دكتور، الله يوفقك، يعني لا تخلينا قلقانين هيك. لا تقلقوا يا جماعة، المستشفى إجراء احترازي وبس. طب الله يوفقك دكتور، يعني شو حالتها بالضبط؟ الحقيقة في عندها ألم صدري وما حسنت أوصل لتشخيص أكيد. يعني الحالة خطيرة؟ على الأغلب الحالة مو خطيرة، بس أنا ما فيني أجزم هلأ لأنه في عندي عدة احتمالات. احتمالات؟ شو هالاحتمالات دكتور الله يوفقك شو؟ الاحتمال الأول ذات جنب، هي حالة جرثومية وعلى الأغلب فيروسية، والحالة الثانية رخاء على الصدر، والحالة الثالثة حمامة رئوية. أنا آسف جدا، أنا مو قصدي خوفكم يا جماعة، بس هذا طبعي، بحط أهل المريض بالصورة دائما. حكيم، يعني أنت شايف المستشفى ضرورية؟ والله أنا شايف أن المستشفى ضرورية لنفي عدة احتمالات. دكتور الله يوفقك، يعني أنا شخصيا متعقد من المشافي الخاصة والعامة، بعد ما عملت عملية الفتق وانتكست معي 3 مرات. دكتور أنا ما عندي ثقة بالمشافي. بقى يعني إذا فيك يعني تدبرها يعني هون بالبيت. شلون بدي أدبرها؟ يعني أنا مستعد أدفع يعني أي مبلغ بتريده، يعني حتى لو بتضطر أنت تجيب المستشفى لهون أنا ما عندي مانع. إيه؟ فإذا ما في غير أنه نطلب كونسيل طبي. شو يعني؟ مجموعة من الأطباء الأخصائيين بيشوفوا حالتها وهن بيقرروا شو يسووا. يا حكيم برافو عليك، يا ريت هيك تتصل فيهن وتستدعيه لهون، ومشان التكاليف يعني مثل ما قلت لك ما تاكل هم ابدا. ماشي الحال، انا راح اتصرف. يعطيكم العافيه. اهلين ام عماد، طمنيني وصلوا الدكاتره؟ ايه برافو. مين لسه؟ دكتور معتصم، ايمتى راح يوصل؟ كويس، معناتها خبريني اول باول. الله يخليكي. لا لا انا هلا مشغول شوي، مع السلامة، خبريني أول بأول. دكتور زياد، ما شاء الله، أهلا وسهلا، فرصة سعيدة والله. سلامات دكتور. يا اهلا. سلامات. شو هالمفاجأة الحلوة هاي؟ الحقيقة دكتور نحن مدينين لاصحاب هالبيت الكريم اللي خلونا نجتمع مع بعضنا. بتفضلوا تجتمعوا هون ولا بغرفة المكتب؟ لا بنجتمع هون، ما هيك دكتور؟ بنجتمع هون. بس مدام رجاء لما بنبدا اجتماعنا ما بنحب حدا يقاطعنا او يقطع علينا خلوتنا. ايه تكرم، على عيني. ايه دكتور، شفت شي الحالي؟ يا سيدي شفته. طيب تفضل نحكي عنه هلا ولا ننتظر الدكتور معتصم ليطلع من عندك؟ والله انا شخصيا بفضل انه ننتظر دكتور معتصم. بيكون احسن. خير دكتور؟ طمني.
شو دكتور؟ تقلان علينا، شو القصة؟ أنا؟ أعوذ بالله، أنت بتعرف معزتك عندي، الله وكيلك إنك دائما ببالي. يعني كنت تتصل تحكي تبعث لنا مريض نلتقى نحن وياك بالمشفى، شو الحكاية؟ ولا الأمور التانية شغلتك عنا؟ دكتور نبيل، أنت بتعرف مبدئي تماما، أنا ماما كتر مشاغلي مستحيل تاخذني من مهدي، مهدي هي الوحيدة اللي بتحسسني بإنسانيتي. يا سلام يا دكتور، عم تحكي فلسفة عميقة. يا ريت كل الأطباء اللي عنا حاملين هالمبادئ اللي حاملها، كان الطب ببلدنا من أحسن ما يكون بإذن الله. هذا أقل ما يقال يا دكتور، مهنتنا مهنة مقدسة وما لازم أي شيء يعلى عليها. أكيد أكيد. ما قلت لي شو أخبار مشروعكم الجديد؟ قصدك الـ MRE والجاما كاميرا؟ إيه، المركز الطبي الفني الجديد تبعكم اللي سمعنا عنه. الحقيقة مو كتير. شو مو شغال؟ الله وكيلك، لسه ما فتحنا المركز. عدة مشافي بالقطاع العام جابت نفس الأجهزة، هذا غير القطاع الخاص، وانت بتعرف دكتور شعبنا قديش بيحب الرخص، يعني إذا هذا الجهاز موجود بالقطاع العام ما عاد حدا يسأل علينا إلا كل مضطر. لا 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 لا، زعلتني، منيح أنه سألتك. ليش كنت بدك ساوي مثلي؟ إيه صح، لي جهاز رنين مستعمل، بس شو مستعمل؟ شي بسيط كتير، بس سعره خيالي ببلاش، كنت رح أخذه لعندي على المشفى. لك لا لا لا، مالك مصلحة أبدا، بعدين أنا مركزي تحت أمرك، والشي اللي بدك طالعه من وراء الصورة أنا بخصم لك يا. الله الله، هاي زملائهم أكيد قاعدين عم تنموا على حدا. أهلين دكتور معتصم. أهلين دكتور معتصم. الحقيقة كنا عم نحكي على المركز الطبي تبع دكتور زياد. مركز مرتب كتير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك. اسمع بقى، عم بينق؟ لا ليه؟ لك لا عم بينق ولا شيء، المركز مكلف مبلغ محرز والنتيجة ما بتشجع. على كل حال بهيك مشاريع بدك ما تنتظر مردود مادي كبير، بدك تعتبرها خدمة. تتذكروا أنتوا الثاني أنا أكلت أكلة مرتبة على المظبوط. إيه بلا. مشان هيك أنا بطلت أقرب على أي مشروع طبي. اي مشروع تجاري بالبلد بيربح قد اي مشروع طبي بعشر مرات. يا سيدي معك حق، بهي انا ببصم لك بالعشرة، لانه كثرة الشغلة صارت تجارة. لك انا بشو بتنصحنا؟ انا بعتقد الانسب انه نفكر بمشاريع جديدة. مثل شو؟ والله اذا كنتوا جادين بنحكي بالتفصيل. انا من جهتي جاهز وانا بدبر حالي. عظيم كثير. الحقيقة واقع بين ايدي مشروع بياخد العقل، يعني مدروس من كل النواحي، بس مصرياته كتار علي شوي، مشان هيك عم فكر بشركة، وأكيد ما رح لاقي أنسب من هالوجوه الطيبة. على الأقل نحن زملاء وبتجمعنا شغلات كتيرة. نحن لنا الشرف إنه نتشارك مع اسم كبير مثل اسمك. الدكاترة عاملين اجتماع جوا بالصالون، صار لهم أكثر من نص ساعة. شو هالحكي؟ معناها القصة بتخوف. والله ما بعرف، أنا قلبي صار بين رجلي. لك طب أنت ما سألتي هون شي؟ ليش بيضحكوا؟ إيه ما بيضحكوا، كل واحد منهم نافش ريشه مثل الطاووس. الله وكيلك ما قدرت افهم منهم ولا كلمه، وبعدين نبهوا علي انه ما حدا يفوت على الصالون ويقطع لهم الاجتماع. طب الدكتور كمال وينه هلا؟ راح يجيب التحليل، قال بده يلحق الدكاتره قبل ما يخلصوا الاجتماع. الله يجزيه الخير دكتور كمال، والله العظيم عم يتعب معنا. ماشي انا جاي لعندك فورا، مع السلامه. الله وكيلكم، سعر الارض اكثر من هذا، عدا سعر البناء. بعدين ديروا بالكم الارض رح ترتفع، رح ترتفع على المضبوط. قلوا لي ليش؟ ليش؟ لانه في عليها رجل غريبه. بعدين هلا سمعت انه التنظيم يمكن يشملها بالمخطط الجديد. ايوه اذا صار هيك يعني كل قرش رح يدوبه. ايوه بكل الاحوال القرش اللي رح تدفعوه رح تاخذوه قرشين، اذا ما اخذتوا ثلاثه او اربعه. شو قلتوا؟ مبدئيا انا جاهز. شوف انا كمان جاهز، بس يعني عدم مؤاخذه دكتور معتصم، بدك تقلنا قديش بدنا نساهم نحن حتى نعرف قديش نسبه ارباحنا. انا عامل دراسه مبدئيه، طبعا فيكم تطلعوا عليها. يا رب. تفضل دكتور. هات سيدي. تفضل دكتور. الله يعطيك العافيه. طمنيني، خلصوا الدكاتره اجتماع؟ لسه، تعال شوف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ترى شو القصة؟ يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين دكتور. راحوا الدكاترة؟ لا بعدهم لسه. منيح اللي لحقتهم، جبت معي نتيجة التحليل،
خلينا نفرجيهم عليها قبل ما يمشوا. ها يعطيك العافية. تفضل شوف. تفضل دكتور تفضل. طيب يا جماعة، لكن خلونا نتكل على الله ونقرا الفاتحة على نية التوفيق. يا رب. ولي على قامتي عم يقروا الفاتحة. آمين يا رب. إيه والله مبروك دكتور. إن شاء الله ألف مبروك. مبروك إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله آية الرزق. آمين يا رب. إن شاء الله ألف مبروك.